ومحسن حسني مراسل القاهرة الإخبارية معنا مباشرة الآن بلندن. إذن بعد التحية محسن، كيف تبدو التفاصيل الخاصة بالإضرابات التي تستعد لها هيئة الخدمات الصحية الوطنية؟ ما تفاصيل هذه الإضرابات والتوقيت الذي يمكن أن تتم فيه؟ نعم، أهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين الكرام. الإضرابات التي أعلنتها نقابة التمريض في بريطانيا أو ما تعرف بنقابة الكلية الملكية للتمريض تبدأ الثامنة مساء اليوم الأحد وتستمر لمدة 28 ساعة حسب ما هو مخطط له، حيث تنتهي في 12 مساء ليل الاثنين أو منتصف ليل الاثنين. هذا الإضراب الجديد يضاف إلى إضرابات أخرى كثيرة قام بها الأطباء والمعلمين وفئات عمالية كثيرة في بريطانيا اعتراضا على تدني الأجور واعتراضا على ارتفاع الأسعار. الحكومة أعلنت مؤخرا أنها قد تواجه هذه الإضرابات التي ستقوم بها كلية أو نقابة التمريض ستواجهها مواجهة قانونية اعتراضا على ما التداعيات التي قد تؤدي إليها هذه الإضرابات، ومنها تعطل مصالح المواطنين وبصفة خاصة المرضى في يعني أصحاب الحالات الحرجة والأمراض المزمنة. هناك مواجهة شرسة تتم بين يعني تحدث بين الحكومة من جانب وبين النقابات العمالية المحركة لهذه الإضرابات من جانب آخر، والسبب أن يعني التفاوض الذي تحاول الحكومة القيام به لم يصل إلى نتيجة تحسم هذه الإضرابات حتى هذه اللحظة. وهم طبعا يعني محسن أضربوا قبل ذلك عدة مرات احتجاجا على ظروف العمل، إذن هذه الإضرابات السابقة أيضا لم تؤدي إلى جديد بالنسبة إليهم. نعم، هذه الإضرابات التي تضاف للإضرابات السابقة يعني سوف لن تحسم الصراع، ولكنها تؤدي لمزيد من الاحتدام بين الحكومة وبين الجهات النقابية المنظمة لهذه الإضرابات. الإضرابات هذه بدأت منذ العام الماضي ومستمرة حتى الآن. كل فئة عمالية تعلن بين حين وآخر عن أيام جديدة للإضرابات اعتراضا على تدني الأجور. مؤخرا أعلنت يعني الحكومة أنها يعني بدأت التفاوض مع الأطباء وعرضت عليهم عروضا معينة من أجل التوقف عن هذه الاحتجاجات وهذه الإضرابات، ولكن العروض الحكومية لم تنل إعجاب الأطباء، والأمر نفسه تكرر مع المعلمين والآن يتكرر أيضا مع هيئة التمريض، وبالتالي كل هذه الفئات العمالية مستمرة في إضراباتها ضد الحكومة اعتراضا على تدني الأجور ورفضا للعروض التي تقوم الحكومة بطرحها. الحكومة من ناحيتها ترى أن يعني من الصعب الاستجابة للمطالب التي يعني يرفعها المحتجون والتي تطالب بنسب كبيرة في زيادة في الأجور. الحكومة ترى أن هذه النسب وصلت إلى 200% في بعض الأحيان التي يطالب بها الأطباء المبتدئون، وبالتالي الحكومة ترى أن التفاوض هو المسلك الوحيد. من ناحية الأخرى الجهات العمالية والنقابية التي تحرك هذه الإضرابات ترى أن التفاوض مع الحكومة لن يجدي نفعا، لأن الحكومة تعرض مبالغ أو نسب زيادة في الأجور زهيدة جدا لا تتناسب مع زيادة الحاصلة في أسعار السلع والخدمات، خاصة بعد موجة التضخم الكبيرة التي ضربت الأسعار في البلاد. يعني في مثل هكذا إضرابات محسن دائما في بريطانيا نشهد هنا يعني تشدد أمني، ماذا عن الاستعدادات الأمنية لمواجهة مثل هذا الإضراب الذي سوف يتم اليوم؟ يعني لم ترصد الصحف حتى هذه اللحظة أي استعدادات أمنية، طالما أن الجهات النقابية والعمالية تلتزم بما تقوله من يعني الحدود الزمنية والمكانية للإضرابات والاحتجاجات. طالما أن هذه الجهات ملتزمة بهذه الحدود التي تعلنها لا يحدث تدخل أمني، ولكن المواجهة تكون مواجهة قانونية بين الحكومة من جانب وبين النقابات العمالية المحركة لهذه الإضرابات من جانب آخر، باعتبار أن من وجهة نظر حكومية هذه الإضرابات تضر بمصالح المواطنين وبالشأن العام. إذن سوف يعني نشاهد ما سوف يمكن أن ينتج عنه هذا الإضراب في لندن. أشكرك من لندن العاصمة البريطانية محسن حسني مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا لك محسن.